بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنشكر ربنا ان احنا بنلتقي مره اخرى في لقاءات اسرتي ايقونه في الكنيسه، وبنتعلم من دروس روحيه للاسره من خلال طقس الاكليل وصلوات الاكليل والحان. والحقيقه بنقف بعد ما بنسمع الانجيل بمبادئه الروحيه والتعليميه واللاهوتيه ايضا اللي ماخوذه من كلام ربنا يسوع المسيح. الكنيسه بترد بعد الانجيل بلحن جميل خالص لما بيقولوا الشمام سيكون لي معنى جميل. هذا اللحن بيقول هؤلاء الذين الفهم الروح القدس معنا مثل قيصارة مسبحين الله كل حين بمزامير وتسابيح وترانيم روحيه النهار والليل بقلب لا يفتر، لأنه مبارك الآب والابن والروح القدس الثالوث الكامل نزلوا له ونمجد. وهنا بنجد الكنيسة بتحط لنا معنى جميل في اللحن ده. معناه إيه؟ هؤلاء الطرفين العريس والعروس الذين ارتبطوا أمام هيكل رب الصباوت بعمل الروح القدس يؤلفهم مع بعض الروح القدس. بمعنى إيه؟ أن يكونوا متألفين. لعل المعنى ده يخلينا نفتكر ان الاختيار الصالح المبني على الايمان والمحبة الطاهرة والمبادئ السليمة بيبقى برشاد الروح القدس، وبعدين يتآلفوا ويرتبطوا بعمل الروح القدس، بعدين تبقى الاسرة فيها تآلف مشترك بعمل الروح القدس. فنحن نحتاج في الاسرة ان روح الله هو اللي يقودها، وكل ما تكون الاسرة معتمدة على روح الله كل ما يكون فيها نجاح وثمرة صالحة. والجميل ان اللحن بيوصف هؤلاء الذين ألفهم روح القدس انهم مثل قيصارة، والقيصارة هي الآلة الموسيقية الوترية اللي فيها اكتر من وتر، كل وتر لوحده بيمثل صوت نغمة، لكن كلهم مع بعض بيقدموا لحن جميل. فده يشير ايضا ان في الاسرة الزوج والزوجة ممكن يكون شخصياتهم فيها اختلاف، تفكيرهم برضو في اختلاف، طريقتهم في التعامل ممكن تكون مختلفة، لكنهم بعمل الروح القدس يتآلفوا مع بعض، فحيث ان هما الاثنين كل واحد بصفاته وميزاته وكل واحد بالكاركتر بتاعه يقدموا صورة متقدسة للأسرة المسيحية، فيها تآلف وفيها تعاون وفيها شركة، فيكون النتيجة الثمرة بتاعتها ثمرة مقدسة. أيضا الأسرة بعد كده مع الأولاد بيكون كلهم كل واحد ليه كاركتر وشخصية، لكن الروح القدس لما يكون في الأسرة ونلتجئ لكلمة ربنا ووصية ربنا ونحافظ على روح الصلاة والعبادة المشتركة يصير كل أفراد الأسرة كأنهم لحن جميل من تأليف الروح القدس، يختلف كل شخصية فيه، كل وتر ليه نغمة، لكن الكل مع بعض يكملوا صورة جميلة ولحن جميل مقدس. وبعدها نقول بمزامير وتسابيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب لا يفتر، بمعنى ان الاسره دي بتحتفظ بعمل الروح القدس في حياتهم باستمرار. ولما يكون المبادئ دي موجوده في الاسره نقدر نقول بقيه اللحن لما يقول انه مبارك الاب والابن والروح القدس الثالوث الكامل. في هذه الاسره وفي هذا الجو وبهذا المعنى يتبارك اسم ربنا في الاسره، فتصير الاسره فرحانه ناجحه مباركه وتقدم ايضا نموذج صالح، فتصير الكنيسه كلها كأنها مجموعة أيقونات، كل أسرة هي أيقونة في الكنيسة. ربنا يعطينا أننا نكون متألفين بعمل الروح القدس فينا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.